إذا كنت في المنزل وحدي وطرق الباب فهل يجوز أن أقطع صلاتي وأفتح الباب؟ لا، لا يجوز أن تقطع صلاتك، لكن تتنحنح حتى يشعر المستأذن أنك في صلاة، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك إذا استأذن عليه علي رضي الله عنه وهو يصلي، كان يتنحنح حتى يعلم علي أنه يصلي فينتظر.